السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالنسبة في حركة جدا 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 فيها لحسة مخ، يعني تحسب تقول 2 + 2 ضرب 6، المجموع معروف اللي هي 24. 2 و2 4، 4 ضربها 6 مرات تطلعك 24. ولكن في الآلة الحاسبة لو حسبت 2 + 2 ضرب 6 يطلع لك 14. ليه في الآلة الحاسبة طلع 14 وإذا حسبناها حسابة عادية يطلع عندنا 24؟ تدرون السر في ويش؟ السر ان الآلة الحاسبة تقدم الضرب على الزائد. طيب كيف نقدم الزائد على الضرب في الحاسبة؟ في لغة الجافا، اللغة البرمجية، يعني تحط قوس في الآلة الحاسبة 2 + 2، ثم تسكر القوس ضرب 6 يطلع لنا 24، يصير الناتج بهذه الحركة. راح أوريكم كيف صارت 24، عقب ما فككناها صرنا 2 + 2 = 4، 4 ضرب 6 يطلع لنا 24. ولكن إذا قلنا 2 + 2 على طول ضرب 6 يطلع لنا 14. راح هنا تكتشف ان القوس هذا يقدم الزايد على الضرب، لان الضرب والتقسيم مقدمين على الزائد والناقص. راح اوريكم مقطع في الآلة الحاسبة في الجوال، خلوكم معي الان اوريكم كيف صارت 24. كيف صارت 24؟ قول 2 + 2 = 4، ضرب 6 = 24. طيب كيف الآلة الحاسبة لو قلنا 2 + 2 ضرب 6 = 14؟ شفتوا؟ طيب كيف نخلي الآلة الحاسبة تمشي على على فكرنا، على كيفنا، مو على كيف الآلة الحاسبة اللي تقديم الستة، تقديم الضرب على الزائد، لأن بنقدم الزائد على الضرب. راح نسوي ايش؟ نفتح قوس 2 + 2، راح نسكر القوس وراح نسوي ضرب 6 = 24. هذه الطريقة اللي ما أحد يعرفها إلا المبرمجين، المبرمج ويعرف إن الضرب مقدم على الزائد والناقص، الضرب والتقسيم مقدم على الزائد والناقص. وإن شاء الله أنكم استفدتوا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.